النقطة الثالثة والمهمة أيضا أيها الأحبة هو أن نحافظ على قدسية وحسن هذه المناسبة وسائر مناسبات أهل البيت عليه السلام. علينا فعلا أن نحافظ على جلالها وعلى قدسيتها وعلى علو مقامها وسمو احتوائها، وهذا لا يكون إلا بالحفاظ على المظاهر المقترنة والمظاهر الممتزجة بهذه المناسبات الكريمة الخاصة. فلا بد أن تأخذ هذه المناسبة بعدا يناسب مقامها، خصوصا وأن مناسبة ميلاد الإمام الحسن وهي المناسبة الفرحية الوحيدة التي تحظى بتفاعل جماهير بكل شرائح، بكل شرائح. الصغار ينتظرون هذه المناسبة قبل الكبار، وكهذا ما نشاهده من التفاعل العظيم الكريم، رجال نساء كبار صغار شباب فتيات كلهم يتفاعلون مع مناسبة الإمام الحسن عليه السلام، مما جعل أن تأخذ طابعا مميزا في التعبير عن هذه الفرحة. وكما نرى هذه المراسيم والأهازيج وهذه الترانيم التي تردد في كل عام من الصغار وهم ينشدون هذه الأهازيج بمناسبة ميلاد الإمام الحسن، ويتجولون في الأزقة ويقفون على الأبواب ويطرقونها مقدمين ماذا؟ التبركات والتهاني، ويتفاعل الناس بتعاطي ما يفرح قلوب الأطفال على محبة محمد وآل محمد. ومن اللطيف أن هذه المراسيم لا تقتصر على أبناء التابعين لأهل البيت عليهم السلام، وإنما أيضا نشاهدها من سائر أبناء المذاهب الإسلامية خصوصا في منطقة الخليج. قد عرفت هذه المراسيم القرقعان منذ القدم، ونحن قد عشناها وعاشها أباؤنا، ونأمل إن شاء الله أن تستمر وأن تتواصل هذه المظاهر الكريمة. على كل حال حقا إنها مظاهر تبعث على السرور والبهجة في القلوب، ولكن لا بد لنا أيها الأحبة أن نحافظ على هذه المظاهر وعلى هذه المراسيم فعلا من خلال أولا كما أشار التفاعل معها، وأيضا أن نحافظ على جمالها الشكلي وعلى جمالها أيضا المضمون. ولكن مما يقلقنا ويجعلنا فعلا نعيش القلق والاضطراب على استمرار هذه المناسبة والحفاظ على جلالها أنها بدأت تظهر بعض المظاهر من البعض، لا أقول من الكل، وفي بعض المناطق بدأت تظهر مظاهر ليست هي اللائقة بهذه المناسبة وليست أيضا لائقة بسائر المناسبات. هناك فعلا بعض الأشياء التي بدأت تشين نسبيا إلى هذه المراسيم، وبدأ البعض يعلن عنها ويرددها في كثير من المقامات، وجعلت البعض يحاول أن يستنقص من أثر هذه المناسبة. طبعا نحن لسنا مع من يستنقص هذه المناسبة أو ينتقد هذه المناسبة، ولكن نحن مع من يحاول أن يحافظ على استمراري وعلى جمالي وعلى قدسيتي هذه المناسبة. لهذا لا مانع فعلا أن نحذر وأن نأخذ تمام الحذر من نفوذ وغزو بعض الظواهر السلبية، ويجب أن نقف أمام هذا الأمر. أنا لست في مقام
النقد أو في مقام الشجب في هذا مقام، وإنما أنا فقط في مقام التنبيه وفي مقام المناشدة. أريد أن أقدم فعلا مناشدة إلى جميع أبنائي وإخواني الشباب وإلى جميع بناتي وأخواتي الفتيات، أناشد الجميع فعلا أن يراعوا حرمة هذه المناسبة العظيمة وأن يحافظوا على قدسيتها بأن يبعدوا كل ما يمكن أن يكون مشينا وقبيحا في هذه المناسبة العظيمة. وعلينا أن نتذكر توصيات أهل البيت عليهم السلام وتوجيهاتهم في هذا الشأن، منها ما روي عن مولانا الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. وكذلك قول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كما روي عنه أنه قال: جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح. إذا لزام علينا أيها الأحبة فعلا أن نكون سبب حسن لأهل البيت عليهم السلام، وأن نجلب المودة وأن نبعد عن أهل البيت وعن شعائرهم كل قبيح. فمما يؤسف له كما رصد في الأونة الأخيرة أن نلاحظ بعض التصرفات الصادرة التي لا تليق بمجتمع ينتمي إلى مدرسة التهذيب، إلى مدرسة التربية، إلى مدرسة الخلق والرقي. هكذا ربون أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فقطع الطرق العامة وعرقلة الحركة السير في بعض المناطق هذا لا تناسب مدرسة أهل البيت، وهذا خلاف توصيات أهل البيت وتوصيات أيضا المراجع العظام الذين أكدوا على حفظ حقوق الآخرين وحفظ النظام العام. وفي الرسائل العملية يذكرون موضوع الطرقات وحفظ حق المارة، وأنه لا يجوز لأحد أن يعيق وأن يزاحم المارة في غير الأمور الضرورية، حتى أن الفقهاء يقولون أن إيقاف السيارة ولو للحظات في الطريق فضل عن دقائق تمنع مرور الناس، هذا ماذا؟ محرم. أو جعل الشيء في الطريق يمنع حركة الناس الطبيعية. إذن هذا أمر لا يناسب توجيهات أهل البيت عليهم السلام. استعمال المزامير والمنبهات المزعجة الكثيرة في بعض الأحياء أيضا هذا يعتبر من الأمور المحرمة، خصوصا وهناك كبار سن، هناك مرضى، هناك غير ذلك من الأمور. إذاعة أيضا الأصوات الغير مناسبة ولربما تكون شبه لهوية ويستغلها بعض المغرضين بحجة فرحة الإمام الحسن عليه السلام فيدس المحرمات في الأمور المباحة أو المستحبة في كما نرى. استعمال بعض السوائل بالرش بعض الأسباق هكذا لوحظ في بعض المناطق أنهم يقذفون على الناس بعض السوائل التي تتلف ماذا؟ ممتلكاتهم، سيارات أو ملابس أو غير ذلك. هذا لا يناسب ولا يليق بشأن شعائر أهل البيت عليهم السلام. أيضا بروز الفتيات في أماكن ومواطن تجمع الشباب هذا أيضا خلاف العفة والحشمة التي أكد عليها الدين وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن أقول على أبنائي وعلى بناتي فعلا أن يراعوا هذا الأمر وأن يحافظوا على النظام العام وعلى مظاهر العفة والحشمة من الأخوات. وحتى بموضوع التجوال بمناسبة القرقعان ينبغي أن يكون في النطاق الخاص
وأيضا عليهن أن يحيينا وأن يعبرنا عن فرحة هذه المناسبة في الأجواء الخاصة، وأن يبتعدنا عن كل ما يمكن أن يسيء إلينا. إذن هذا ما ينبغي علينا مراعاته أيها الأحبة في مثل هذه المناسبة وسائر المناسبات، أن نواصل إقامة الحفلات، أن نستثمر الحفلات، أن نحافظ على قدسيته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه الفرحة وهذه المناسبات علينا وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.